فقدمت في المعهد وقتها وما قبلتش لاني ما جبتش واسطه، فدخلت كليه التجاره فمكملت في كليه التجاره. اه انت اللي حصل بقى موضوع التأديب في الجامعه الامريكيه ده، انا عارف انت بتساليني عشان كده مش كده؟ تمام. كان عنده في حاجه اسمها الابتيتيود تيست، الامتحان القدرات قبل يعني مهما كان مجموعك، فانت ده على ايامنا، ما اعرفش دلوقتي بقى في ابتيتيود تيست ولا لا. فكان يعملوا امتحان في حاجات كتيره جدا وبناء عليها تدخل الجامعه ولا لا. فالامتحان ده مهم، يعني لو انت ما عملتش فيه كويس مش هتدخل في الجامعه. لا لو ما عملتوش مش هتدخل خلاص، مش هتدخل اصلا. ولو ما عملتوش كويس هيبقى عندك مشكله. بالزبط. انت بقى ليله الامتحان عملت ايه؟ انا ليله الامتحان واحد صاحبي قال لي انا معايا تذكرتين لمسرحيات علشان خاطر عيونك. اوكي، انا كنت اوريدي شفت المسرحيه دي مثلا 12 مره في المسرح، بس انا عندي هوس بمخلوق اسمه شريهان، اشوفها بترقص وبتغني قدام البهجه ذاتها، بحب الست دي حب يعني، واللي هو العيال الرخمه اللي بتحفظ الفزوره من تاني يوم، بتحفظ التتر وكل الحاجات، يعني كليشيه الطفل اللي بيقعد قدام الفوازير عامل كده وعنده هوا. كنت بضحك على امي وانا في ثانويه عامه، كانت شريهان بتعمل فوازير اللي هي البلاد دي، فكنت بقول لها انا لازم اتفرج على الفزوره علشان دي في الجغرافيا اعرف دي اني دوله، اي عبط. اي وماما طبعا عامله هبله، هي فاهمه كويس قوي انا بقول لها ايه، بس اقعد يا ابني اتفرج على الفزوره يعني، ذاكر الفوازير يا ماما. المهم رحنا المسرحيه، والمسرحيه خلصت مش هروح بقى، قلت له تعالى نتفرج عليهم هم خارجين، الممثلين هم خارجين من الباب اللي ورا. فروحنا وقفنا عند الباب اللي ورا، شفت كل الاساتذه المشاركين في المسرحيه خارجين ما عدا شريهان ومتصل بالله، وانا عايز اشوف شريهان خلاص، فيبقى شريهان لسه جوه، ما مش هتطير يعني موجوده. ولقيت استاذ فاروق الفيشاوي داخل، يعني كل الناس بقى ابتدت تمشي، لقينا استاذ فاروق، لقيت فاروق الفيشاوي داخل، فانا عايز اعرف بقى الناس دي ايه فين. المهم فضلنا انا والراجل صاحبي ده واقفين في الضلمه لوحدنا، ولقيت شباك منور كده، رحت اتنططت وطلعت على سور كده، بصيت عليه اتاري ده شباك اوضه شريهان. ففضلت واقف بتفرج على شريهان وفاروق الفيشاوي ومنتصر بالله بيحكوا وبيرغوا وبيهزروا وبتاع لغايه الساعه 5:30 الصبح. انت قعدت في القعده، انت قعدت معاهم الخروجه كلها، انت قعدت فروحت بيتنا. طبعا مين اللي هيصحى الابتيتيود ايه وكلام فارغ ايه؟ ووقتها انا لا فارق معايا جامعه امريكيه من كليه التجاره، انا عايز التعسيمه، فمش فارق قوي يعني احمد زي الزحمه، فاهم؟ فاكتشفت بعد كده انه لا خالص يعني، بس الحمد لله انا لا يعني لو ما كنتش دخلت معهد السينما وكنت عشت على وما بقتش ليا علاقه بالسينما والواقعه دي اتغيرت مستقبلي كده عشان اتفرج عليهم نص ساعه، لا كنت هبقى بايخ يعني. بس انا متهيألي هم بقى لما يسمعوا الحدوته دي كمان يتضايقوا منك جدا. ايه الطفل اللي ده؟ انا هقول لك حاجه بقى، ده ايه الطفل قاعد ولازق وعمال يتفرج من الشباك؟ مش طفل ولا حاجه، ده بغل عنده 17 سنه. فلا لقيت كمان بقى ايه، انا كتبت ده مقاله على حاجه اونلاين يعني، ونزلتها على الفيسبوك عندي، وكتبت كده ان انا ما دخلتش الجامعه الامريكيه عشان خاطر عيونك حبا في شريهان يعني. فاذبين افوجئ بعدها بيومين ثلاثه ان شريهان على صفحتي في الفيسبوك بترد خلاص، وبتقول لي انه انا لو كنت اعرف في اليوم ده ان في المكان الضلمه ده في واحد واقف بحجم موهبتك وبحجم وبطريقه كتابتك وقلمك، كنت خرجت بنفسي خدتك من ايدك وبنيت لك مسرح يا جميل فيه. في احلى من كده يعني؟ في احلى من كده؟ ويشاء الرحمن القدير ان يبقى الموقف ده يترتب عليه احداث توصل لانه ان شاء الله ان شاء الله قريب قوي هيبقى في مسرحيه انا كاتبها شريهان تبقى بطلتها. ده ان شاء الله كلنا منتظرين الحدث الكبير ده، كلنا منتظرينه.